شبوة واحتدام المعارك في قلب اليمن، أو هكذا بات ينظر إلى المعارك الدائرة في هذه المحافظة التي تتوسط جغرافيا اليمن وتربط بين اتجاهاته الأربعة، وذلك ما يمكن أن يطلق عليه بالأهمية الاستراتيجية. أما ميدانيا فقد لقي 11 عنصرا من الميليشيا مصرعهم بغارة لطائرات التحالف استهدفت دوليتهم في منطقة الصفحة بمديرية بيحان التي يتواصل فيها القتال بين قوات الجيش والميليشيا في منطقة طوال السادة بهجر كحلان. وبحسب مصادر ميدانية فقد تمكنت وحدات من اللواء 21 ميكا من التقدم في محيط جبل المنقاش وقرن صفرة من الناحية الشرقية لبيحان التي تستميت الميليشيا للبقاء فيها. على الناحية الأخرى تشهد محافظة شبوة حالة من الانقسام الحاد بعد وصول قوات ما أطلق عليه بالنخبة الشبوانية المشكلة حديثا بدعم من الإمارات والتي باشرت أعمالها باعتقال أحد أعيان المحافظة، وهو ما أثار حفيظة الكثير من أبنائها تجاه هذه القوة.